من بد در گئی تو دنیا شاہد بن یا غوث اعظم یا حضرت موت مستا بإذن الله تعالى يا 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 حضرت موت مستا خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي طفيل حضرت الصغير 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 وزير الله وصل على سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم صلى وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إن بلغ المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما ليعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين
وإن كانت المسيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كان به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنه إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهجرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرج القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من يشاء وهو أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت لنا سيئة واحدة فإذا هم جميع الذين مهدرون وآيخ اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا لأعيناهم فاستبقوا الصراط فأنما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون له نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
قادر إن لا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. First time through the most, say, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ba'di wujudi wal karam wa alihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ba'di wujudi wal karam wa alihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ba'di wujudi wal karam wa alihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ba'di شيئا لله يا عبد القادر ساكنا بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكنا بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكنا بغداد يا شيخ الجيلاني سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين البوالي فقلت لسائر الأقطاب نؤم بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا جنودي فساق القوم بالوافي منامي شهدتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا ولكن مقامي فوقهم ما زال عالي انا في حضرتي التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال انا البازي اشهد كل شيخ فماذا بساني كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمالي وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في بحار لصار كل غورا في الزوالي ولو ألقيت سري في جبال لدكت واكتفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخضبت واطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق بيت القامة بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تبر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يعدي ويجري وتعلمني فأقصر عن جداني مريدي اضمطب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي يقاني رفعة ملت البنى لتبوني في السماء والأرض ذوقا وشاؤوس السعادة لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني نظرت إلى بلاد الله
جمعا كهر دالة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في اولياء بمثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هوى وفي ظلم الليالي فاللؤلي وكل ولي له قدمه واني على قدم النبي بدر الكمالي نبي هاشمي فاتي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف عزوم قاتل عند القتال انا الجيلي محي الدين لقبي واعلامي على راس الجبال انا الحسني والمقامي واقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر بي وعبد القادر رؤس بي وجدي صاحب العين الكمالي تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني 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 سيدي انظر بحالي شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلان جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني 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 يا غوث البلد 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 يا شيخ الدلال 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 يا شيخ لله يا شيخ لله يا شيخ لله يا شيخ لله ساقي البغداد جيلاني 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 يا شيخ الجيلاني يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني 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 سبحان الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك الله الله جرانا جرانا الله الله نبيك جرانا جرانا وراء الوراء اسم حسن ہے سیدہ ہے سیدہ فاطمہ ہے اسم حسن ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے امتیوں میں شاہِ زمن کا Oh,
جتن کے در کا صدق جاؤں میں ان کے عطا پر عطا پر صدق جاؤں میں ان دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے نام پر تیرے قربان جاؤں میرے آقا نام پر تیرے قربان جاؤں ہم غریبوں کا دعا آسرا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا بھول مہ کے ہے میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت سے دل جھومتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے تیرے سب کچھ فدا ہے نام پر تیرے قربان جاؤں میرے آقا نام پر تیرے قربان جاؤں ہم غریبوں کا دعا آسرا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا ہر یہ گھرانا ورا الورا کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں ان کی عنایت سے راضی میری تربت پہ لکھے نانی آزی نیازی میری تربت پہ لکھے نانی آزی فرج تن کا یہ ازنا گدا ہے میری تربت پہ لکھے نانی آزی فرج تن کا یہ ادنا گدا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا کیونکہ اس میں حسنین ہے سیدہ فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اور اس گھرانے میں مشکل کشا ہے ایک اور نام پاک مل کر پڑھتے پری صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مانگ بار بار مانگ بار بار
مانگ بار بار مانگ بار بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جو نبھرتے گئے صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے آئے بھی ایمان تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں آئے بھی ایمان تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں سنگ برساتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں سنگ برساتا ہے کوئی دعا دیتے ہیں منا جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ایسے ہیں لجپال ایسے ہیں لجپال ہمارے ایسے ہیں لجپال ایسے ہیں لجپال دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار اگر آنا تیرا اس بزم میں کے بار ہو جائے بزم میں کے بار تمہاری کی نظر پھیرے مجھے دیدار ہو جائے باغ جنت میں نیراجی چمن آرائی ہے باغ جنت میں نیراجی چمن آرائی ہے کیا مدینے سے پیدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے سے پیدا ہو کے بہار آئی ہے جو تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی دنیا سے گیا ہے کوئی جو تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے ایک بار صرف ایک بار جو تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینہ کا لیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں صرف ایک بار صرف ایک مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں صرف ایک بار صرف ایک بار بھولا میں مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں مدینے میں محمد نام پر سودا سر بازار
ہو جائے محمد بن پر سودا سر بازار ہو جائے صرف ایک بار صرف ایک